السلام عليكم، حياكم الله في المسابقة الوطنية لعلوم الروبوت. الحين راح نشرح ذا رف رود. باختصار هذه المسابقة تستخدم الريموت كنترول، وهي نقطة مهمة أن هذه هي لمهارة التحكم. يقوم الطالب ببرمجة الريموت كنترول بحيث يقوم بمهارات معينة، ومن بعدها يدخل الحلبة علشان يصل لخط النهاية اللي هو الهوم. راح يكون الحلبة هذه مقسمة إلى أوبستكلز وعوائق كثيرة. أول عائق راح يكون له سوينجينج بول، راح تصير في كرة تتأرجح هني بهذا الشكل. أيضا راح يكون في أوبستكل صندوق لازم يدفعه عشان يكمل طريقه. ثم راح يكون في هذه الحلبة جسر بهذا الاتجاه، جسر بهذه الطريقة. يجب على الروبوت صعود الجسر بدون أن يقع من على الجسر. في حالة إذا وقع الروبوت من على الجسر هناك بنالتي معينة سوف يأخذها. ثم ينطلق إلى شارع البالونات، يجب على الروبوت تفجير البالونات حتى يستطيع المرور. ثم يصل إلى النقطة هذه، وراح يكون في باب متحرك أوتوماتيكي، يجب على الروبوت ضغط الزر لفتح الباب، ومن ثم الدخول إلى شارع المطبات. يجب عليه الاستطاعة أن يتخطى المطبات، وفي النهاية الوصول للبيت. أسرع روبوت يقوم بأداء تلك المهام هو الروبوت الفائز.